السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدون الكرام نلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال جل في علا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فهذا فعل الشيطان ببني ادم وتلك فعال اتباعه يكيدون ويمكرون ويدبرون وينشرون الفتن والفساد والهرج وتسييس العداله وتدمير الاقتصاد وتخريب الاخلاق حتى قال قائلهم كأس وغانيه يفعلان بالامه المحمديه ما لا يفعله الف مدفع فاغرقوها في حب الماده والشهوات حاربوا الامه الاسلاميه بشتى انواع الحروب حاربوها بالحرب البارده متمثله في الاعلام المرئي والمسموع، بل وتكالبوا عليها من كل حدب وصوبه، وهذا ما يراه الناظر لواقع الامه السودانيه بعد ثوره ديسمبر من تدخلات خارجيه، فيترك ذلك في نفسه تساؤلا، كيف نحافظ على الدين والهويه بعد هذه الثوره؟ الدين والهويه بعد الثوره. عنوان حلقتنا لهذا اليوم ويسعدنا ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم رئيس تيار نصره الشريعه ودوله القانون. اهلا بكم شيخنا الكريم. اهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعود حميد بعد العيد. حياكم الله وبارك الله فيكم. كما يسعدني ان اذكر حضراتكم باننا نسعد دائما بتلقي اسئلتكم المتعلقه بالموضوع من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسنناقشها مع فضيله الشيخ في ختام الحلقه، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد. فضيله الشيخ بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في امه تردت في الجاهليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب. لكنه عليه الصلاه والسلام جاء بتلك المنظومه فغير ذلك الواقع الى ان ترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، لكنه قال في اخر الزمان: تتداعى الأمم على أمة الإسلام كما تتداعى الأكلة على قسعتها قيل له أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت السؤال ما أبرز ملامح تلك المنظومه التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير بها واقع الامه ثم كيف يستطيع المرء ان يحافظ على هويته ودينه بعد ذلك الوهن؟ وما هي الهويه اصلا في المقام الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لعل السؤال الاهم الذي نجعله مقدمه للحديث عن المنظومه التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم نعم في تغيير الواقع الذي كان فيه العرب، آه هو السؤال الاهم المدخل هو عنوان الحلقه نعم. يعني الدين والهويه جميل آه الهويه حقيقة من القضايا آه التي تثير كثيرا من الجدل والنقاش، مم. نظرا آه يعني لأن هذه الكلمة أصلا آه يعني كل كل جعلها يعني منطلقا لمبادئه وأفكاره وتصوراته ولذلك يعني هنالك تداخلات سياسية وفكرية ودينية متعلقة بمفهوم الهوية. مم. واصلا كلمة هوية يعني في المعاجم القديمة لا نجد لها تفسيرا، وإنما هو مصطلح مستحدث. مم. هذا المصطلح المستحدث الآن أخذ بعدا سياسيا كبيرا جميل. في الحديث عن الوطن وعن الأمة وعن الشعوب لكن باختصار شديد يعني آه المقصود طبعا بالهوية الانتماء. نعم. ما هو الانتماء ما هو انتماؤك إلى أي شيء تنتمي أنت مم. هذا الانتماء الذي أصبح صراعا في العصر الحديث بين مكونات متعددة يعني كان في الماضي الصراع أو الهوية الدينية هي الغالبة حتى عند الكفار مم. أو غير المسلمين نعم. يعني هو الهوية اليهودية هي التي تغلب أو النصرانية التي تغلب إلى أن جاءت المنظومات العلمانية التي أدخلت في الهوية ما يتعلق بقضية تقديس الوطن وأنه يعني يصبح أن يكون يصلح أن يكون يعني الانتماء جامعا لشعوب متعددة الثقافات متعددة الديانات متعددة الاتجاهات وطبعا هذا نوع من يعني من الانحراف بالإنسان عن فطرته التي بدأتم في الحديث عنها عندما ذكرتم قصة الشيطان مع الإنسان نعم. وأن الشيطان يحرص على ان يغير هويه هذا الانسان وانتماءه نعم. ويجعله مسخا يعني بعد ان كرمه الله تعالى ففضله على كثير من خلق تفضيلا نعم. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا ورزقناهم طيب. من الطيبات طيب. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا نعم. كل بني ادم ذكرهم وانثاهم فجاء الشيطان فاشتالهم نعم. فكما انه غير خلقهم وخلق نعم. مخلوق انعامهم نعم وليبتكن اذان الانعام كما قال الله تعالى عن الشيطان وليغيرن خلق الله فهو كذلك ايضا غير دين الناس وغير مم. توجه الناس. طيب هنا يعني ال ال كيف استطاع النبي عليه الصلاه والسلام ان يغير هذا الواقع الذي جاءه وحكاه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعربهم وعجمهم إلا غبارات من أهل الكتاب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير في الحقيقة كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باختصار أنه رد الناس إلى الفطرة والفطرة هي الإسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جَدْعَانٍ ثم مم. قرأ يعني أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس فطر عليها لا يعني تبديل لخلق, لخلق الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام رد الناس إلى الفطرة وعاد بالناس إلى أخلاقهم مم. الحميدة نعم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نعم صحيح فهذه الأخلاق الموجودة الحسنة التي كانت عند العرب جملها وكملها النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته ودعوته ثم نهاهم عن الأشياء التي تعكر صفو هذه الفطرة لما سئل جعفر بن أبي طالب عند النجاشي بما إلى ماذا يدعوكم يعني هذا الرسول قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهانا عن عبادة الأوثان وأكل الميتة وشرب الخمور هذه الاشياء هذه المنظومه التي دعا اليها النبي عليه الصلاه والسلام وهي التي ايضا ذكرها ابو سفيان وكان وقتها عدوا للنبي عليه الصلاه والسلام لهرقل عظيم الرومان لما ساله بماذا يامركم؟ قال يامرنا يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. فقال هرقل عظيم الرومان وكان يعني في وقتها يبحث عن حقيقة هذا النبي قال ان كان ما تقول حقا آه هذه صفاته وهذه دعوته مم. فسيملك موضع قدميه هاتين. يعني استشعر هرقل عظيم الرومان وهو نصراني ان دعوه النبي عليه الصلاه والسلام حتما ستصل الى الى بلاد الشام وانها في النهايه أن هذه الدعوة ستظهر لذلك أبو سفيان يقول من ذلك المجلس الحواري الذي كان بينه وبين هرقل يقول ولقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني عظم أمره فيقول أبو, أبو سفيان فما زلت من يومها موقنا أن الله سيظهر هذا الدين أو سيظهر محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني كيف وصل خبره إلى الروم الذين كانوا يرون في العرب أنهم ليسوا بشيء فكيف يخافه ملك الروم؟ على كل إن النبي صلى الله عليه واله وسلم بدا دعوته اولا بصفاء التوحيد ورد الناس الى توحيد الله عز وجل واخرجهم من ظلمات الشرك ومن ظلمات الظلم والبغي والعدوان والفخر بالانساب والانكفاء على الذات والانانيه والشح، كل هذه الاخلاقيات التي تتردى بالانسان فتجعله اسفل سافلين حاربها النبي عليه الصلاه والسلام بفطره الاسلام وباخلاق الايمان. م. طيب هذه الفطره وهذه الاخلاق هي التي انقذت البشريه م. واوجدت امه كما قال الله عنها كنتم خير امه اخرجت للناس فهي ليست امه منكفئه على ذاتها م. وهي ليست امه متقوقعه متحجره م. بل هي امه منفتحه عشان. ولكن الانفتاح الذي يخرج الناس من ظلمات البغي والعدوان كما قال ربعي بن عامر لما ساله رستم يعني قائد الفرس ما الذي اخرجكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، شوف المنطق الكلام يعني كلام يكتب بماء الذهب صحيح قاله رجل اعرابي يعني هو من يعني من ليس من كبار الصحابه ولكن حتى نفهم انه الصحابه كانوا على وعي كامل وإدراك للمهمة الرسالية التي خرجوا من أجلها من أجل إنقاذ الناس صحيح. طيب هذه المنظومة هي التي نتحدث عنها في قضية الانتماء وهي التي تحدد انتماءنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تجريد هوية الأمة من أي انتماء يعني ما الذي تنتمي إليه الانتماء إلى الإسلام ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب والأحساب من ضربا من ضروب الجاهلية أه ويعني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من تعزى بعزاء الجاهلية فعيروه بهني أبيه بفرج أبيه يعني 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 جعل الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمر من أمر الجاهلية تحت القدمين كما في حجة الوداع قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجا دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع دم ربيعة بن الحارث فإنه كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب شوف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في التغيير بنفسه ها أه وبعشيرته وبآله قبل الآخرين ليبين لهم ان 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 هذه الدعوه دعوه صادقه يعني ليست بضاعه يسوقها او يجملها للاخرين وهو يبحث عن بضاعه اخرى يعني يعني في ازدواجيه كما يحدث لبعض دعاه الاصلاح في الارض فاذا الرسول صلى الله عليه واله وسلم جرد هويه الامه من كل العلائق التي يمكن ان تكون سببا في صفاء هذا الانتماء الى هذا الدين. آه فيبقى الاشكاليه اليوم نحن يعني سواء في السودان او في يعني اوطاننا آه في العالم الاسلامي عموما وفي الاوطان العربيه خصوصا هنالك صراع هويه. هذا الصراع اليوم يعني ياخذ ابعادا مختلفه. متعدده فضيله الشيخ هذا الصراع سناتي اليه السؤال كيف تتشكل الهويه الدينيه للمر وهل الهويه الدينيه او للوطن هي حل ام هي مشكله في حد ذاتها آه كيف تتشكل هويتنا م. اولا ينبغي ان نجزم وكما آه يقول نفس بالعشره تمام على ان لا هويه لنا الا الاسلام طمع. هذه قضية يجب أن تكون قضية إيمانية عقائدية يعني حتى بما فيها العلمانيين غير الدينيين كلهم ايوه ليست قضيه فلسفيه ولا هي قضيه سياسيه طيب ما بتدخل في مساله الاكراه في الدين نجي الان قضيه كيف شنو موقفي انا من اللي يخالفونني في الدين مم. اذا انا عندي انتماء للدين انا حينما اقول انا منتمي لديني اولا لانه هذا هو الدين الذي اختاره الله جدا. الله هو الذي خلقني وخلق غير المسلم خلق الكفار وخلق المسلمين فالله قال فمنكم مؤمن ومنكم كافر فإذا هناك الله عز وجل خلق المؤمن وخلق الكافر هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو الذي قال عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نعم فإذا كنت أنا أعتقد هذا وهنا لذلك هي المسألة مسألة بالدرجة الأولى مسألة عقيدة إحنا لما نتكلم عن قضية الهوية الدينية مم. على أنها هي الانتماء إلى الإسلام، آه هذه القضية قضية عقائدية إيمانية، هذه القضية العقائدية الإيمانية هي التي تسعدنا في بلدنا بل تسعد البشرية جمعًا، مم. ومتى ما خرجت البشرية عن هذا الدين، مم. فإنها في النهاية تتمزق وتتسلط عليها. الأمم. الانتماءات التي تشرذم الانسانيه والبشريه. مم. يعني انظر الى النازيه التي كانت في المانيا عندما اعتقد هتلر ومن معه بان العرق الجرمني الالماني نعم عرفت الان هو العرق المتفوق على غيره من البشر مم. وان الاخرين يجب ان يكونوا خدما لهذا العرق. أيه. من اين جاء هذا هذه النظره؟ يعني جاءت من العلمانية، جاءت من نظرية داروين نفسها مثلما يعني ذكر المحققون من السياسيين المفكرين السياسيين قالوا يعني في تحليل الشخصية هتلر بعمق قالوا أكثر ما تأثر به هتلر في تجذير هذه النظرية وتأصيلها نظرية داروين قضية التفوق اللي هو قضية يعني أن هناك يعني انتخاب طبيعي ها وأن هنالك تفوق لبعض الأنواع من المخلوقات على بعضها من جهة الخلقة ها؟ فبالتالي هو 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 ظن بان هو الشخص المتفوق في العرق. اليوم شوف الصراع الحاصل حاصل الان ما بين روسيا واوكرانيا عرفت كيف؟ هو جزء من الصراع العرقي ها يعني المبطن آه الذي ياخذ ابعادا اقتصاديه والى آخر ذلك من ال من الصراع فاذا الله هو الذي اختار لنا هذا الدين وقال لنا هذا الذي يميزكم عن, غيرك عن غيركم ها مم. فان شوف الايه دي يعني قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله احنا احنا نريد البشريه كلها ان تكون ضمن هذه الهويه ها مم. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يا هذا التحرر الحقيقي الحريه الحقيقيه مم. انكم ستصبحون احرارا من عباده البشر ها؟ فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون مم. مش فان تولوا نقول لهم تعالوا عشان احنا نصل الى حل وسط ويعني و و ويكون لنا انتماء بديل جامع هويه اخرى مم. ها زي قضيه مثلا مفهوم الوطن مم. الذي يجمع الناس اه يعني ويجعل اه يعني المواطنه هي اساس الحقوق والواجبات في 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 كل القضايا هنا نجي احنا نقول يعني قد يجاد, يجاد بعض الناس يعني طيب يعني انتم عايزين السودانيين الاس الاس ديل كلهم الهويه بتاعتهم الاسلام والانتماء بتاعهم الاسلام طيب غير السودانيين غير غير المسلمين نقول لهم وهل الاسلام ما اوجد حلا لغير المسلمين وهم يشاطروننا في الوطن هل ممم. الاسلام هل الاسلام, نعم. هل الاسلام يعني دعا الى هضم حقوقهم الى عدم العدل معهم القرآن يشهد والسنة تشهد والتاريخ يشهد بأن أعظم أمة استطاعت أن تتعايش مع الآخر الذي يخالفها في المعتقد هم المسلمون ولا أدل على ذلك بوجود وبقاء غير المسلمين في بلاد المسلمين, في بلاد المسلمين صحيح بكنائسهم بمعابدهم عرفت بثقافاتهم بعاداتهم في حين أنك ترى أن الآخرين عندما سيطروا دينيا في حقبة من حقب التاريخ كيف أنهم قاموا بالتطهير العرقي للمخالفين لهم في الدين وسحقهم تماما كما حدث في الأندلس صحيح. عندما سيطر الفرنجة على بلاد الأندلس ماذا فعلوا بالمسلمين ماذا فعلوا باليهود ماذا فعلوا بمن يخالفونهم في المذهب المذهب النصراني نفسه المذاهب الأخرى أحرقوهم ونصبوا لهم محاكم التفتيش وفعلوا الفضائع فإذا لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في أننا عندما ندعو إلى قضية أن تكون هويتنا الإسلام وأن تكون الهوية الإسلامية هي الهوية المهيمنة على على أحوالنا لا يمكن لأحد أن يزايد علينا أن ذلك سيكون خصما على الآخرين الذين يخالفوننا في الدين مم. هذا من ناحية من ناحية ثانية آه إحنا نتكلم عن وطن اسمه السودان هذا الوطن الآن الذي نحن نعيش فيه اليوم أغلبه من المسلمين فنحن نقول أنه هل, 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 هل لأمة من الأمم أن تجبر أمة أخرى لها هويتها ولها ثقافتها ها؟ آه؟ أن لا تنطلق في تشريعاتها وفي مفاهيمها وأخلاقياتها من المفهوم الذي تؤمن به يعني هل ممكن لاحد انه يجي للصينيين يقول للصينيين انتوا يعني عندكم عقيدتكم وعاداتكم ومفاهيمكم اللي هي وثنيه في الاصل نعم. ها نعم. يقول لهم والله إنتوا ما من حقكم انكم إنتوا تطلعوا قوانين عرفت تتوافق مع تتماشى مع هويتكم او مع انتماءاتكم او مع ثقافاتكم ومعتقداتكم هذا الكلام لا يقال الا للمسلمين يعني هذا الكلام لا يقال للهندوس ولا يقال للبوذيين ولا يقال للصينيين ولا يقال لاي امه، لكن يجوا للمسلمين فقط عشان يشغبوا عليهم لانهم يرون ان 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 ما في الاسلام من المبادئ والعداله والقوه في المعتقد وفي صفاء الفهم ان ذلك يكون سببا من اسباب تاثر الاخرين بهذا هذه المفا... يعني هو يعني تخوفا تخ... من تخوفا من تخوفا من غلبة الاسلام مم. اذا كان الاسلام يغزو يعني غير, غير المسلمين الشيء. في عقر داره بفا يكون بسبب ضعف الامه الاسلاميه لذلك تجرؤوا وقالوا هذا طبعا هم هذا هذا ليش... دون شك يعني هم مم. الان احنا ما احنا عايشين يعني في في فتره او في حقبه الهيمنه هيمنه غير المسلمين على العالم او مم. على مقدرات الامور في الارض <applause> والله عز وجل طمأننا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم أوه. جهنم ومسلمات الله عز وجل طمأننا انه مهما كان العلو لغير اهل الاسلام فالغلبة في النهاية لاهل الاسلام اذا هم تمسكوا بهذا الدين <applause> آه الـ 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 اليوم يعني هنالك آه يعني صراع كبير جدا في مساله قضيه الـ 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 الهويه لذلك الحديث عن الهويه وبدا الحديث خاصه بعد رمضان الان يعني عن الهويه والانتماء الديني ليس امرا هامشيا او هو من باب الجدل الفكري الصرف الذي لا ثمرة له بل هي قضية أساسية فنحن نرى الآن الصراعات صراعات هوية صراعات محو للهوية في الحقيقة محو, محو لثقافات أمم وشعوب ومسخها فلذلك ينبغي أن ما نطرح هذا السؤال السطحي ها مم. اللي هو يعني انه ما هو ما هويتنا؟ بعضهم يعني يظن ان هذا السؤال سطحي مم. انت تتكلم عن يعني قضيه سطحيه، لا هذه هذا هذا سؤال جوهري عندما نقول ما هي هويتنا؟ فالجواب عليه في ظل تداخل الثقافات بين الامم مم. يجعله سؤالا معقدا، فهو سؤال يلامس منظومات القيم والمبادئ المكونه للوجود الحضاري لهذه الامه. خاصه مع الاحتكاكات مع الحضارات الاخرى التي الان يعني تقوم بعمليه التفوق المادي والاعلامي مما يظهر ازمه لدى الشباب والشابات حيث يكون هناك يعني هناك رغبه عند بعض الشباب وكثير من الشباب في مساله الاندماج في هذه الحضاره القائمه المسيطره مع رغبه في الحفاظ على الهويه لذلك يعني تبرز اسئله عده لدى اجيالنا ولدى الشباب من نحن؟ لماذا نحن متاخرون حضاريا؟ ما سبب تاخرنا؟ تكثر الاسئله حول الانا وحول الاخر كي يبحث عن ذاته محاولا اكتشاف الذات واللحاق بالاخرين وتقليص الفارق المادي. فاذا يعني نحن بحاجه ان نعمق يعني الجواب عن هذا السؤال وان وان ناتي عليه من جوانب مختلفه لنؤكد صحه الجواب. هويتنا الاسلام. انتماؤنا إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا وأننا مهما حاولنا أن ننتمي إلى غير هذه الهوية إلى غير هذا الدين فإننا سنرتكس وننتكس ونصبح أسفل سافلين ويتفوق الآخرون علينا وهذا الذي استلهمه عمر رضي الله عنه لما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله صحيح. لأنه أنه أنت ربنا عز وجل أكرمك أعطاك الإسلام وأداك الإيمان وأعطاك القرآن ها؟ وقال لك اخرج إلى الناس ثم أنت تقول يعني لا أنا لا أريد هذا م. يعني فألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار م. فانت بهذه المساله معرض للعقوبه الالهيه طيب فضيله الشيخ ما دام الاسلام هو دين الفطره والهويه تعني الدين الاسلامي لماذا يترك الناس دين الفطره الذي فطرهم الله عز وجل عليه الى الالحاد وما العوامل الدافعه لذلك يعني حينما يترك الناس دين الفطره ويرتكسون وينتكسون هنالك عوامل من هذه العوامل يعني الضعف الإيماني الذي ينتاب يعني مجموعات من الأجيال بسبب البعد عن دراسة الإسلام وعن فهم الدين مما يؤدي يعني في النهاية إلى الوقوع فريسة سهلة أمام الشبهات وأمام الضغط المادي الحضاري يعني من قبل الأعداء فهنا يصبح انت انت امام مسلم ضعيف والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف والقوه في الفهم اولا يعني في العقيده اولا فاذا ضعفت العقيده وضعف الايمان اصبح الانسان نهبا للشيطان شياطين الانس والجن الامر الثاني هو قضيه التاثيرات البيئيه والاسريه <applause> وقل مثل ذلك التعليميه السياسيه الى اخر ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اهم سبب من اسباب الخروج من الفطره في الحديث، قال فأبواه يهودانه. <applause> يعني الانسان اصلا يولد على الفطره على الاسلام. <applause> فياتي الاب والام في يعني يغرسان في هذا الولد ما هو خلاف الفطره. مم. من اللي يهو يهودانه من ولم يقل يمسلمانها يمسلمانه لأن الفطر لأن الاسلام, هي الإسلام, لأن الإسلام هو الاصل نعم فإذا البيئة البيئة من أهم المؤثرات في الانحراف عن هذه الفطرة جميل. وانظر إلى القرآن لما ذكر الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلم ماذا قال بعد نعم. منيبين إليه نعم واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين يا سلام. هذه هي عوامل تثبيت الفطرة مم. الرجوع منيبين مم. إليه إلى الله واتقوه نعم. وأقيموا الصلاة آه الارتباط مع الله فمتى ما حصل الانفصال نعم. من مع عن الله عز وجل وعن منهجه وعن دينه عندها يخرج الناس من الفطرة ولذلك قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا, وكانوا شيعا يعني. كل حزب بما لديه فرحون فإذن هذه العوامل التي تثبت الإنسان على الفطرة الصلة بالله <applause> الانتماء إليه الإنابة نعم. آه الأخذ من منهجه آه الاعتزاز في الانتماء إليه على سبحانه وتعالى والأشياء آه التي تخرج الناس من الفطرة هو قضية التفرق أو مفارقة الدين الحق آه التأثر بالبيئة آه ضعف الإيمان آه يعني عدم يعني وذلك يعني اهم نقطه من نقاط الـ يعني الـ التفوق لاي امه نعم شعورها بصدق انتمائها يا سلام شعورها بصدق انتمائها انا عندما اشعر بان انتمائي صحيح نعم وانني انا الافضل وانا الاحسن وانا الاكمل وهذه ليست قضيه عنصريه يعني احنا بعض الناس يقول لك انت عنصري يعني انت بتتعالى على البشر ايوه هو ربنا عز وجل قال لي كذا، قال لي بالدين هذا هذه يجب ان اكون اعلى لكنني عندما اكون بالدين اعلى لا يعني ان اكون عنصريا بالنسب، يعني من جهه العرق عشان لوني انا والله اتفوق على البشر، والله انا عشان يعني وطني الاسم الوطن الفلاني فانا اتفوق على الاخرين، او بلدي البلد الفلاني اتفوق على او قبلتي هذه هذه جاهليه بالعكس يعني يعني فالاستعلاء الايماني مطلوب ها الفخر بالانتماء إلى الإسلام ابي الاسلام لا أبلي لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم يا سلام يعني هذا هذا الانتماء يعني الى الدين والى الاسلام هذه مساله يعني مطلوبه وهي ليست يعني ليس الجانب المذموم في قضيه لانه اذا انا ما اذا اذا لم يعني اكون انا يعني مستعليا بمبادئي مستعليا بعقيدتي بإيماني بقرآني عرفت بنبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ الإسلامي عرفت كيف إذا لم أكن أكون مستعليا بهذه الأشياء فمعنى ذلك أنني سأكون ضعيفا أمام الآخرين صحيح عرفت فضيلة الشيخ إلى مدى أثرت دعوات الحرية في ملامح المجتمع السوداني خاصة بعد ثورة ديسمبر ما كان لثوره ديسمبر ان تكون خصما على الهويه مم. لولا ان انها انها تعرضت للسرقه مم. طيب والسطو من قبل من لا خلاق لهم ممن ارادوا مم. لثوره شعب قام على الظلم واراد حياه كريمه واراد عداله يعني في يعني شامله ما كان لمثل هذه الثوره التي مبادئها يعني مبادئ تتعلق بإنصاف المظلوم وبإحقاق الحق ما كان لمثل هذه الثورة أن تصبح خصما على على الهوية ولذلك يعني أنا يعني من بدايات الثورة كنا نحذر من الأجندة الخفية ومن اليد الأيادي السوداء التي تحاول اختطاف هذه الثورة وتجيرها لصالح تغيير الهوية <applause> وسرعان ما صدق ظننا لأن للأسف يعني أنه الثوره كانت حراكا يعني واسع واسع الطيف واسع الحراك واسع الانتماء في نفس الوقت القياده لم تكن لم تكن هنالك قياده موحده عرفت والقيادات التي كانت ترجو او ترنو الى يعني الى 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 دوله عداله بعيدا عن استهداف الدين بعيدا عن استهداف المجتمع في عاداته وفي آه انتمائه آه للاسف هؤلاء لم يكن هو صوتهم هو الصوت العالي عرفت لان الابواق الاعلاميه التي وظفت وانفق كان ينفق عليها مم. يعني لصالح القيادات الزائفه مم. التي اختطفت الثوره هي نعم. التي اريد لمبادئها ان تنتشر باسم الثوره فاصبحت كانه الثوره هذه ثوره على الاسلاميين ثوره على الدين مم. ثوره على فكره الـ الـ الشريعه الاسلاميه مم. فكره على ثوره على قضيه أن كل ما جاء به الانقاذ وكان من تراث الانقاذ وجاءت به حكومه الانقاذ فينبغي طرحه في سواء كان صحيحا او غير صحيحا بهذا المفهوم يعني وانه ما دام انه هناك كانت تجربه لقضيه الشريعه وتطبيق الشريعه وهي فاشله وانها انتجت فسادا وانتجت ظلما وانتجت عدوانا وأنتجت, وانتجت 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 فبالتالي يجب انه احنا نحاكم المنهج نفسه العقيده نفسها التي يعني رفع شعار هؤلاء وانه يجب انه احنا نبحث لنا عن هويه جديده ها هذه, هذه هذا هذا المفهوم هذا الخلط ها والاستغلال يعني بمكر و, و ودهاء. ودهاء وخبث يعني, يعني من قبل الشياطين هؤلاء اللي هم سواء قلنا ليبراليين او كانوا شيوعيين عم. او كانوا ما كانوا من الاتجاهات التي تكره الدين وعندها موقف من الدين نقول انه هذه هي التي جعلت يعني من 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 تشكيلات هذه الثوره التمرد على الهويه وين يطلعوا لك شباب يعني بين الفينه والاخرى يقول لك احنا ما عايزين احنا ما عندنا علاقه بالدين وما عايزين الدين وعايزين علمانيه وان كان هؤلاء طيب أحيان. فضيله الشيخ يعني الناظر <applause> للواقع انه يرى اشتداد الالحاد عند الشباب يعني بعد الثوره السؤال هل بسبب هشاشة المجتمع لما يعانيه من أمراض في المعتقد وفي الأخلاق فصار تربة خصبة لتلقي هذه الأفكار أم بسبب السلطات الحاكمة التي لا يعني تكترث كثيرا لهذه المسائل ولا تتخوف منها أنا أقول ظاهرة الإلحاد هذه ليست موجودة في السودان اليوم هي ظاهرة موجودة حتى في البيئات المستقرة في دول الخليج اقصد من الناحيه الاقتصاديه لكن طفت طفت على السطح طفت بعد الثوره هي هذه يعني عشان كذا اقول انه الظاهره هذه مهما كانت مزعجه آه اذا اذا انت نظرت الى نسبتها في المجتمع وشباب مم. المجتمع الحمد لله انه تجد السواد الاعظم من من شباب مجتمعاتنا مم. هم متدينون يعني ويعني يعني انتمائهم إلى الدين ما عكر عليه لكن وجدت هذه المسألة في البيئات المثقفة أو التي تعرضت لعملية غسيل الدماغ ويعني فكري وجرف للمفاهيم من قبل هذه المنظومات يعني هاي. انت 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 شوف الشباب اللي تاثروا بالالحاد ديل هم منو عفوا آه. فضيله الشيخ كونه يعني تيجي في وسائل الاعلام م. من يقوم بأسئلة تعتبر من بد... من بديهيات الإسلام. شاب في مختلف في مختبر عمره يعني مع ذلك تجده لا ي... لا يدرك هذه المسائل لا يعلم هذه المسائل الجهل. أليس هذا سبب من أسباب يعني أو ملمح من ملامح الإلحاد؟ هو هو السبب الرئيسي يقول الجهل. إحنا يعني ما نتكلم الآن عن أسباب الإلحاد. يعني في جامعات في, في عن مدارس عن حجم الظاهرة يعني. الآن. حجم الظاهرة مم. عشان ما يجي بعض الناس. يعني يعني يستغل انه في الظاهره دي أصبح الظاهرة هي كانه هي الاساس في المجتمع، لا الحمد لله. م. يعني احنا متابعين احنا على صله مع الشباب. تمام والمجموعات الشبابيه سواء في المساجد، في الجامعات، يعني في المنتديات الفكريه الثقافيه الى اخر ذلك. تجد الحمد لله ان معظم الشباب هؤلاء الشباب لم يلحدوا بل يعني هذه الفتن ما زادت كثيرا منهم الا يقينا. <متحدث> أن يعني انتمائهم إلى الإسلام هو الانتماء الصحيح والإيجابي. لكن لكن وجود الهزة هذه جاءت من وين؟ ويأتي قطاع من الشباب هو الذي تأثر بهذا. هذه هذه المسألة أتي أوتي هؤلاء الشباب من جهلهم بالإسلام. أوتي من جهل بالإسلام، من زي ما أنت قلت تجد أنه في مقاطع بتاعة فيديو بيسألوهم أسئلة بسيطة جدا يعني تجد أنه الواحد ما يعني لا لا يفقه بدهيات يعني يمكن حبوبته أمه تفهم الدين أكثر منه عرفتك وهو عامل فيها أنه مثقف وأنه إن إنسان يعني عايز يجيب الثقافة ولكنه في النهاية جهلول ما فاهم حاجة فإذا الجهل عرفت الجهل والجهل هذا سببه الضعف في مناهج التعليم، م. عدم وجود عدم قيام الأجهزة الإعلامية بدورها في الوعي الديني وفي مفهوم الدين يعني شوف أنت كم القنوات اللي بتتكلم عن يعني عن قضايا الإسلام وعقيدة الإسلام وتحبب الناس في الإسلام م. عرفت وتربطهم بالفتوى الإسلامية م. يعني لا تكاد تجد يعني إلا قناة واحدة تقريبا يعني في السودان عندنا نعم عرفت لي قناة طيبة هذه مثلا نعم. آه والقناة الرسمية كانت عندها برامج دينية على استحياء كده عرفت كيف ما ليست في العمق الفكري آه والتربوي المطلوب بالنسبة لوعي المجتمع فإذا الجهل هذا سبب من الأسباب السبب الثاني أنه أصبح بعض هؤلاء الشباب صيدا سهلا لمنظومات أو منظمات ممولة من قبل الغربيين وهذه مسألة إحنا ما بنقول فيها لا نطلق الحكم فيها جزافا لكن هي بإحصائيات هنالك منظمات نشأت في الثورة كانت تتلقى دعما سخيا من جهات غربية ومن منظومات مشبوهة للقيام بأعمال تخريبية فكرية سلوكية يعني يعني همهم هم المنظمة بيتلقوا أموال ضخمة يعني وعندهم موظفين، عندهم مقرات، عندهم اجهزه، عرفت كيف؟ عندهم منصات اعلاميه، من خلال المنصات من خلال الشغل ده كانوا بيشتذبوا مجموعات من الشباب. طيب ده الشباب محل... دي الشباب ديل يحصل يتعرضون لقدر من الدورات ها مم. اللي هي يعني غسل غسل ادمغه مم. عرفت في قضيه المفاهيم العلمانيه والجندره ومسؤول الش... التعايش مع المثليين ها وانه يعني والبيجي يتكلموا معاه ناس مخادعين يعني جايين من الغرب في ثياب الحضاره والفهم المتقدم والدوله الحديثه وان الدوله الحديثه تنبني على هذه المفاهيم ها <تطبع varit> <upfront> في حين انه 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 هم اصحاب البلد الاصليين المفكرين والعقلاء منهم من البلاد اللي هم جايين منها بيخشوا في الاسلام <net> وبيعتزوا بالاسلام <liter version> يعني الواحد زي هوفمان اللي هو يعني المفكر الالماني ده يعني هل هو انسان ما كان عارف الحضاره الغربيه لما اعلن اسلامه؟ هو كان سفير لالمانيا في المغرب عرفت كيف؟ وهو العضو الاساسي المسؤول في حلف الناتو عن 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 الجوانب الاستخباراتيه والمعلوماتيه، هذا الرجل اعلن اسلامه وكتب كتاب اسمه ماذا يعني انتمائي للاسلام؟ عرفت كيف؟ يجوا ديل اللي هم ال ال الذين يعني ما اخذوا من الغرب الا اقذر ما في الغرب واوسخ ما في الغرب طيب يعني مرحب. من المفاهيم الالحاديه يجوا عشان يسوقوا لهؤلاء الشباب فهؤلاء فهذا كان احد اسباب التاثير بالمناسبه م. انه كان في شغل تم من خلال الثوره او باسم الثوره في منظمات كانت تتلقى تمويلا من اجل العبث بافكار هؤلاء الشباب. اين رقابه السلطه من هذا؟ اي سلطه؟ السلطه الوقت ذاك ما هي؟ يعني سلطه قحط. وما ادراك ما قحط. قحط التي ركبها ال... ال... هؤلاء الناس من اجل توظيفها وانت تعرف ال... يعني يعني ال... وزاره النوع والحديث عن النوع. عرفت كيف إيه؟ نعم. والتلفزيون يستضيف اناس يتكلموا عن حقوق المثليين عرفت كيف إيه؟ والى الان المساله شغاله يعني انا ذكرت هذا في خطبه العيد يعني اللجنه الخماسيه التي جاءت يعني من المشكله من امريكا والنرويج والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي ايوه لما تكلموا تكلموا عن شنو هم في تقريرهم تكلموا عن حقوق المثليين في السودان عرفت كيف؟ إيه؟ يعني شوف شوف الوضع كيف الاستخفاف بنا يعني استخفاف بهذا الشعب السوداني يعني م. وكانه احنا مشكله المشاكل عندنا انه المثليين ديل ما لهم حقوق طيب فضيله الشيخ كون المجتمع السوداني ردخ لهذه الدعوات هل بسبب ضيق المعيشه تدهور الاقتصاد ام هناك سبب اخر؟ عده اسباب لا شك يعني لكن اهم اهم سبب هو هو ضعف هو هو ضعف ضعف الانتماء يعني ضعف الانتماء الشعوري والعقدي والايماني لانه انت لا يمكن للمؤمن القوي الذي يعتز بدينه. السؤال ده يخلينا نسال شنو هل مساله تدهور الاقتصاد وضيق المعيشه في السودان مقصود حتى المجتمع يرضخ لهذه الافكار ويستجيب ام كيف؟ يعني الوضع الاقتصادي المتردي احد الضغوطات الاساسيه. يعني لكن يعني ليس هو السبب الرئيسي، ليس هو السبب الرئيسي. شوف عمر ما كان المسلم او المؤمن يعني يجعله الفقر يعني يترك دينه صحيح الفقر هو هو مؤذي وفتنه للانسان ويعني هو الفقر اخو الكفر لكن ليس هو السبب الرئيسي يعني الانسان يمر بمراحل وباطوار وباحوال يعني من غنى الى فقر ومن فقر الى غنى فلا الفقر ينسيه ها ولا الغنى يطغيه ما دام انه هو يعني بين جوانحه عقيده وايمان و و وصدق انتماء لكن هو في 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 هشاشه يعني في قضيه هذا الانتماء في ضعف في قضيه الاعتزاز بالدين والانتماء الى العقيده بحيث انه يعني ياتي الشيطان ويسوي لبعض هؤلاء انه ما دام الانقاذيون هؤلاء كانوا يرفعوا شعار الاسلام وارتكبوا الجرائم فانت خلي الاسلام ما لكم ما للدين ها الدين ده ما جاب لنا الا يعني الغش والخداع والنفاق والى اخر ذلك من الكلام اللي هم بيروجوا فيه مم. مع انه الدين هذا لا علاقه له بصلاح المصلح او فساد يعني فساد المفسد في مم. ذاته يعني فهو دين الله لانه متعلق بالله من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نعم صحيح آه يعني ف يعني وهذه من الفتنه هذه من الفتنه انه ربنا عز وجل احيانا يعني واحد يدعي الدين يعني انت 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 تظن به خيرا ويخدعك فيحصل لك رده فعل ها آه زي الطالب اللي في الابتدائي مثلا او الطلاب اللي مثلا واحد استاذ الرياضيات عامل معامله ما كويسه بيكره الرياضيات صحيح عرفت واحد استاذ مثلا بتاع يعني ماده معينه كره الماده عشان الاستاذ ده كان عنده موقف معين هذه سطحيه في التعامل مع الاشياء عرفت مع الحقائق يعني شوف سلمان الفارسي لما عرف أنه الدين النصراني هو الدين الحق دين التوحيد آنذاك و وكان هو عابد عابد نار يعني كان بيعبد النار في, في قرية في فارس سلمان الفارسي مم. بعدين قال والله دينهم خير من ديننا أول ما وقع وقع في واحد نصاب هو قصة سلمان يعني أيوة نعم جاء واحد من, من, من عباد النصارى من ربان النصارى نعم. يأمر الناس بالصدقة فيجمعون له المال فيكتنزه يخزن القروش ولا يعطي الفقراء حتى جمع سبع قلال سبع قلال من الذهب والفضة نعم فقال كرهته يقول سلمان الفرق فما كرهت إنسان مثل هذا الإنسان لكن ما كره الدين <applause> ما قال والله إنه ما دام هذا الشخص بهذه المثابة إذا أنا أكره الدين ما ربنا قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة لكن سلمان الفارسي اول ما مات هذا الرجل، قال هذا الرجل كان على باطل، و... و... واراهم موضع السبع القلال ورجموه بالحجاره، طيب عمل شنو سلمان الفارسي؟ هل ترك الدين؟ لا مشى، أف... سال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب اخر، شخص اخر، قال فما احببت احدا كما احببت هذا الرجل الثاني ها؟ اللي هو كان على الاستقامه وعلى الدين وكذا، فانت لماذا ايها الشانئ للدين بسبب تصرف حكومه او اشخاص لماذا انت لا تشنأ هؤلاء الاشخاص وتبغضهم؟ لماذا تبغض الدين نفسه؟ ها؟ والدين صحيح مبادئ صحيحة. صحيح فهذه هذا هذا جزء من قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عجيب صحيح ايوه وربنا عز وجل عزفت إن انسان ها يفتنه بمثل هذه الاشياء الغريبة العجيبة اللي ما اللي هي ليست منطقية. يكره الدين لانه في واحد متدين عمل موقف معين، عرفت كيف؟ طيب فضيلة الشيخ ذكرتم انه هناك منظمات ممولة تدعم هذا الاتجاه اللي هو الذي يسعى الى الالحاد والى المثلية والى غير ذلك، حتى يعني بعد قليل ينتقل هذا الامر كانه حق من الحقوق التي يجب ان تحمى ويجب ان يحافظ عليها، السؤال كيف السبيل للوقاية من هذا الامر والعلاج إذا وقع هذا الامر؟ اولا هو يعني من 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 المعالجات عدم عودة هذه العصابة مه. إلى التحكم ب يعني في في السلطة السياسية جميل لأنه المنظمات دي ما هي لقيت رعاية سياسية تمام ورعاية مجتمعية مه. يعني كان هناك أشخاص يعني يقومون برعاية هذه المنظمات في داخل مجلس الوزراء مه. مع عبد الله حمدوك عرفتك كيف ومسؤولة الخارجية الأمريكية لما تكلمت عن المعونات التي قدمت من ناحية مجتمعية ذكرت أرقاما من الأموال أعطيت لشخصيات كانت في داخل مجلس الوزراء وتقوم بإنشاء هذه المنظمات ورعاية هذه مثل هذه المنظمات فإذا القضية ليست سرا يعني القضية مكشوفة مفتوحة فأول أول نقطة أساسية عدم عودة هؤلاء للعبث يعني بهذه ب ب ب بمجتمعنا وبالتشكيك في هوية الشباب وضربهم في مقتل الأمر الثاني المهم جدا يعني اللي هو أن يقوم الدعاة والعلماء بدورهم وهذه نقطة مهمة جدا ليس بالبيانات ولا بمجرد الخطب وإنما بالنزول إلى هؤلاء الشباب والشابات بالنزول إلى المجتمع الشبابي من أجل مخاطبتهم من أجل يعني دعوتهم أنا هنا أشيد يعني بالشخصيات والمنظمات والجهات التي وقفت وقفا مشرفا مم. يعني في رد الناس إلى يعني إلى إلى إلى, إلى المنظومة الفطرية وإلى الإسلام وإلى الاعتزاز بالدين ولا بأس أن أذكر شخصيات عشان أذكر بأعمالهم وهذا من باب الدال على الخير كفاعله يعني أخونا شيخ وائل عشيري يعني في المقاطع التي أخرجها مم. يعني لما نطلع عدد من المقاطع الدستور بيدقن عرفت كيف وبعض المقاطع الجميله نعم. الجيده يعني التي كان لها تاثيرا اظن وايضا اخرون يعني من الشباب حتى لو بطريقه طريقه فكاهيه كانت بعضهم يعني تتناسب مع بعض قطاعات من الشباب انا اقول انه هؤلاء جميعا يعني الناس اللي طلعوا مقاطع ضد القراي ويعني هرطقات القراي بلاد بتاعته والرد عليها والرد على العلمانيين والرد على دعاة تمرد المرأة على الولاية ويعني الأخذ يعني مبادئ سيدا إلى آخر ذلك والرد على وزير العدل السابق اللي كان يروج لموضوع الخمور وشرب الخمور وقضايا التفلت من الشريعة أنا أقول في جهد الحمد لله بذل ها سواء من الأفراد أو من المؤسسات يعني كاتحاد العلماء مثلا يعني الى اخره اذا اقول هذه الجهود يجب ان تتكاتف يعني يعني تتكاتف وتتعاون في نفس الوقت ايضا يجب نحتاج الى مزيد هنالك علماء مش يعني من الاتحاد السوداني العلماء الائمه والعلماء والدعاه مثل اخونا الشيخ مختار بدري مم. يعني بذل جهدا كبيرا يعني في التوعيه وفي وعي القيام بالوعي في الاوساط الشبابيه في الجامعات وغير الجامعات وعبر المقاطع المختلفه فانا اقول لو ك لو ان يعني كثيرا من العلماء والدعاه يعني قاموا بمثل هذا ال العمل وهذا الجهد يعني في حيه في اسرته حيث يسافر حيث يذهب يعقد حوارا مع هؤلاء الشباب يردهم الى الله سبحانه وتعالى فالناس بحاجه الى 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 العمل الدعوي يعني الشيخ في, في يعني في في الميادين المختلفه ميدان المراه هنالك جهود نسويه كبيره يعني قامت بها يعني مجموعات من الجمعيات النسويه الهادفه الـ يعني الاخوات فاضلات يعني قمنا بجهد كبير في توعيه الفتيات هنالك يعني مراكز الحمد لله قرانيه ها؟ نعم. يعني احنا في ظل هذا الكلام كله يعني تطلع جمعيات ما شاء الله نسويها تخرج الف حافظه مم. الف حافظه للقرآن الكريم يعني احتفلوا قبل اشهر يعني بجمعيات هذا جانب جزاكم الله خير الشيخ مم. هناك استعاده في الجانب الاعلامي المهم جدا وهذا دل بينقصنا الان آه. اللي هو قضيه اكبر مشكله عندنا مم. الضعف الاعلامي آه لاصحاب المبادئ والاعتزال بالانتماء للإسلام هؤلاء اقول لو لماذا تستحون من اظهار الدين والاسلام. واظهار انتمائكم للدين ومحاربه من يحارب هذا الدين. مم. لاي يوم ادخرتم منصاتكم؟ هذا السؤال. مم. يعني لاي يوم لاي يوم كريهه ها يعني ادخر هؤلاء منصاتهم دي اللي بيتكلموا فيها بالامور الاجتماعيه والونسات عرفت كيف والتبريكات وكذا لا, لا باس القضايا الاجتماعيه، لكن وين القضيه الاساسيه؟ اللي هو استخدام هذه المنصات من اجل نصره الدين. صحيح طيب فضيلة الشيخ هناك استعادة لأمير المؤمنين رضي الله عنه أنه يقول اللهم أني أعوذ بك من جلدي الفاجر وعجز الثقة هل هذا الأمر ينطبق على من يفترض بهم التصدي لهذه الانحرافات ولهذه الدعوات ولم يقوموا بواجبهم أم لا أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يحكي واقعا يتعلق ب يعني يعني هذا الواقع يتكرر ان هناك جلد عند الفاجر مم. لان الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم تؤزهم ازا صحيح فمعهم الشياطين يعني يشجعونهم ويؤزونهم في حين انه يعني هنالك عجز عند كثير من اهل من اهل الثقه من اهل الصلاح نعم وهؤلاء لا يفهمون ان حقيقه الصلاح هو في اصلاحهم ليس في مجرد صلاحهم لأن الله يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صحيح. فالعبرة بالإصلاح فه... يعني فهذه فهذه المسألة يعني يجب أن يفهم هؤلاء الطيبون مم. الصالحون والصالحات بأن جزءا من صلاحهم هو قيامهم بمهمة الإصلاح الله لما ذكر الاستقامة قال بعده من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالذي يظن أنه هو يعني مجرد أن يكون صالح كده كويس وكتر خيره لا والله ما كتر خيرك لا تكون من أهل الخير إلا أن يكون لك سهم من أسهم الإصلاح في هذا المجتمع كيف أنت يعني يقر لك قرار أو يهدئ لك بال وأنت ترى يعني أقول صعلوكا يعني بمفهوم الصعلوك آه يعني المفهوم الدارجي ويش كمان الصعلوك معنى الفقير او آه. المعذب نعم. صعلوكا تافها آه بمبادئ تافهه وباخلاقيات سافله عرفت يجرؤ على انه يعمل له لايف او يسب فيه الاسلام ويشتم فيه الدين او يقلل فيه من يعني ويهزا فيه بالاسلام او يدعو فيه الى مبادئ انت تعلم ان هذه مبادئ تخالف الاسلام ثم لا تكتفي بالحوقله وإنا لله وإنا إليه راجعون الله يصلح الحال والله كلام ما هذا الضعف لماذا 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 هو قوي وأنت ضعيف صحيح. ليه؟ لماذا يعني ألا, ألا ألا يستثير فيك هذه الحمية ألا يستثير فيك يعني 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 يجعلك يعني تكون أكثر أسبق منه صحيح. عرفت لا, لا لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وَلَتَأْخُذُنَّ على يد الظالم وَلَتَأْطُرُنَّهُ على الحق اطرا <تأصرنه> ولا على الحق اصرا <تبحانا> الله قوه يعني احنا نريد المؤمن القوي طيب فضيلة الشيخ الدعوات إلى الإلحاد لا تؤثر في المجتمع في معتقده وأخلاقه فحسب بل قد تؤدي إلى تحلل المجتمع تفككه وانفلات أمنه كما نشاهد اليوم من انفلات أمن متمثل في تسع طويلة وغير ذلك السؤال لماذا لا تعير الحكومات هذا الأمر اهتماما ما السبب في ذلك يعني الحكومة إذا ما كانت عندها وجهة واضحة وسليمة هي نفسها قضية عندها اعتزاز بالدين <applause> وبيتعاملوا مع موضوع الدين ده على انه شيء هامشي ويستحوا انه يبرزوه تلقى شوف كم 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 من هؤلاء المسؤولين الان في الحكومه الموجوده الان يعني لما يتكلم عن الدين يتكلم يعني بي يعني بي بالمنطق القوي عرفت كيف؟ وانه يعني دين الله عز وجل يعني فوق كل شيء وانه يعني وين 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 المنطق نفسه الكلام نفسه انت تشعر من الكلام بانه في استحياء من ابراز الدين ويعني وكانه يعني لما نتكلم عن الدين والاسلام نتكلم بخجل بس ممكن نتكلم عن اي حاجه ثانيه عرفت بمنطق قوي فهذا فاذا انت فاقد الشيء ما يعطي اذا كان اذا كان انت يعني للاسف في ضعف في الحكومه نفسها وفي افراد الحكومه في الحديث عن الدين الناس يا اخي عمر رضي الله عنه لما يعني وجيء لما ضرب بالخنجر المسموم <applause> الذي ضربه به أبو لؤلؤ المجوس أول حاجة استفاق من غيبوبته قال أصل الناس أصل الناس نعم. شو الهم <applause> هو ما قال يعني, يعني كيف الضربة الضربة شنو أين وصلت الضربة وهل هذا أنا سأعيش وأنه كذا ما تحدث عن نفسي ولا عن آلامي ولا عما يعيشه من من الم الضربه وكذا، القضيه واحده، صلى الناس تم الصلاه ولا ما تم الصلاه؟ اولا ما هو قضيه الاهتمام فضيلة الشيخ سؤال ختامي ونحن على ختام الحلقه، هل لهذه الدعوات التي تدعو الى الالحاد والتي خلفها من منظمات ايادي خفيه فيما يحدث من اقتتال وقبليه في دارفور واتجاهات السودان المختلفه ام لا؟ نحن نقول السودان كبلد مسلم مم. يعني الحمد لله السواد الأعظم من أبنائه يؤمنون بأن عزتهم في الإسلام هو بلد مستهدف يعني الاستهداف حاصل نعم. وهذا الاستهداف في أمنه وفي اقتصاده وفي وحدة أبناء البلد نعم وذكرت لك قبل قليل التدخلات التي تمت في قضيه نشر الالحاد والشذوذ او الدعوه الى حقوق المثليين ونبذ الشريعه وغير ذلك من الدعوات انها مرعيه نعم ان هناك ما يعني جهات تنفق عليها ف فهذه المساله موجوده لكن يعني السبب الرئيسي هو للاسف يعني يعني الجهل الجهال الجهل أه. والعصبيه عرفت العصبيه التي تفرق الناس والتي يعني تجعلهم يقتتلون ويحصل بينهم البغضاء والشحناء فيستغل العدو ذلك لمزيد من الازمات نعم. فضيلة الشيخ وددنا لو استرسلت اكثر في هذا الموضوع الا ان الزمن داهمنا فنحن لك شاكرين على ما قدمت فيه في ثنايا هذه الحلقه وفي الختام الحفاظ على الدين والهوية من صميم العقيدة والدين والعزة فيه وصدق أمير المؤمنين حيث حين قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام متى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والحرب مع عداء الدين قائمه بكل انواعها وسبلها قال تعالى والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين فتن تعقبها فتن فساد وافساد ومكر بالليل والنهار حروب اهليه وقبليه عنصريه وجهويه ونار حقد تؤجج في شرق السودان وغربه وجنوبه كل هذا وذاك لحقد دفين على الاسلام واهله ولكن الله غالب على أمره فمن ينصر الله فسوف ينصر الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ذلكم الحين لكم مني أطيب المنى وأعذب الأماني دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته